باوربوينت شغال عندكم؟ آه طلع. آه شغل. أنت وين وصلت بالضبط سكريت؟ خلصتوا الأول 14 هذولا 1.1. خلصنا 1.2. آه خلصنا. 1.2 خلصتوا كمان. حلو تمام. بس راح أبلش من 1.1. أول إشي ديسكريت ماثماتكس هي رياضيات القطاع. هي كل مادة عبارة عن إيش؟ تهتم بالمجموعات اللي سيتس وكيف تتعامل معها، القوانين تبعيتها، كيف العمليات عليها. بس الصوت أحسن؟ صوت كويس لك؟ أيد من أول. المادة تأخذ فيها المجموعات اللي سيتس كيف تتعامل معها، صورها، علاقات بيناتها، خصائصها، كل إشي عنها هتاخذوه في هاي المادة تقريبا كل إشي. تمام. هاي هون حاطين لكم إيش هن المصادر اللي ممكن أنت تدرس عليهن من المادة. بس أول موضوع اللي هو السيتس اللي هو هنكمل فيه لعد آخر إشي، هنأخذ عنه كل إشي تقريبا، يعني يمكن تغير مسميات لكن هنظل إحنا عن السيتس. تمام. شو يعني ست؟ ست هي مجموعة تمام من العناصر، مش مهم شو نوعها، يعني أرقام، يعني أحرف، يعني مجموعات أخرى، لكن هي عبارة عن مجموعة تحتوي عناصر معينة. تمام. مثل المثال هذا، المجموعة هاي فيها أي صفحة سبيلاج؟ نعم. أي صفحة؟ ثلاث. فتح الريكوردينج، فتح الشير سكرين، أكمل. المجموعة هاي اللي عندي إياها هنا اللي هي 1 2 3، هي عبارة عن مجموعة تحتوي عناصر اللي ذكرناها قبل شوي. بنستخدم مع العناصر، هسا نحكي لكم إيش في إشارات معينة ممكن تستخدموها أنتوا. هسا في هنا examples asset. تمام. كيف ممكن نتعامل معها؟ هسا أول صورة كتابة assets هي إنك تكتب للعناصر زي ما هم مباشرة، نفس هاي الطريقة 2 4 6 8 10، او اللي هي 1 2 3 مثل هي. هسه في طريقه ثانيه اللي هي ايش؟ انك تختصر حالك في حال كانت كل عناصر. اوكي تمام. الطريقه الاولى كتابه السيتس هي انك تكتب العناصر كاملين، كل العناصر محتوى داخل السيت تكتبهم كتابه كامله. الطريقه الثانيه انك تكتب في حال كانوا العناصر مرتبات ورا بعض. تمام. تبدا تكتب اول رقم او اول عنصر وهذا الشكل نقاط واخر عنصر. تمام. الطريقه الثانيه اللي هي اللي حسام روحها كثير والمهم انكم تفهموها اللي هي ايوه صوتك بعيد شوي. صوت بعيد شوي. طب دقيقه ممكن على طب دقيقه ممكن على الماك شوي دقيقه. صوت قطع. هو راح يعدل المايك. هو بصفحة الرابعة صح؟ اه صفحة الرابعة. شباب ديسكريت وين صارت الدكتورة؟ صلي على النبي. 1.2. لا لا أظن خلصت 1.3 كمان. نزلت 1.3 بس أنا بعدني مش حضرها. أنا شعبتي حضرتها أظن. لا راح نأخذها بكرة يوم الأحد. نزلت 1.3 صار لها وقت نزل 1.3. نزلت الثلاث مع بعض من أول الأسبوع. لا يزال. طيب شو ما هي شرحت أول ثنتين لحال. طيب شو في غير ديسكريت هذا الثالث بكرة؟ صوتك يقطع ماني سامع. غير ديسكريت شو هبرتو؟
غير تسكيت سي بلس مبارح كنت معنا انت شباب تعيد محمد فراج تمام يا مجد شباب صوتك كويس كثير كويس كويس عيد ولا كمل لا كمل عيد عيد يا مجد عيد 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 شوش تمام تمام بس اول طريقه انت لكتابه المجموعه اللي هي انك تكتب الاليمنتس كاملين بهاي الطريقه الكل شايف الماوس صح انك تشوفهم كتابه كاملين تكتب الارقام المضمونه بشكل كامل الطريقه الثانيه في حال كانت الارقام او العناصر مرتبه بشكل معين انك تكتب اول عنصر وثانية ثانيه او ثالث عنصر بعديها تكمل نقاط تمام لحد اخر عنصر واذا ما كان في عنصر اخير خلاص تكمل نقاط وبتسكر القوس معناها هيك انت بتضمن المال النهائي اما بهاي الحاله لانه منتهيه حطينا اخر شيء الرقم الاخير هسه الطريقه الثانيه او الثالثه وهي الاهم حتعامل معها كثير حتستمروا عليها كثير اللي هي الكتابه اللي هي هون هاي تنقرا بهذا الشكل بي يساوي اكس بحيث اكس از انتجر بين 1 و 10 هسه هاي شو معناها وليش كتبناها بهاي الطريقه هسه اكس هون هو عباره عن العناصر الموجوده او العنصر الموجود داخل المجموعه بي بقدر ارمز لاي عنصر داخل المجموعه بي بالرمز اكس تمام يعني الرقم واحد الاليمنت واحد بقدر ارمز عليه باكس واثنين والثلاث والاربعه والخمسه لحد العشره بقدر ارمز لهن بشكل اكس فلذلك انا بقول انه بي بتحتوي اكس بحيث انه اكس هذا از انتجر انتجر معناها عدد صحيح تمام بين 1 و 10 الارقام الموجوده بين 1 و 10 بس ايش بشرط انها تكون انتجر يعني عندي شرطين شرطين عندي شرط انتجر وشرط اللي هو بين الواحد والعشرة الطريقة الثانية اللي هي انه انا بحكي لك بي يساوي x بحيث x is integer and x انه واحد اقل من او يساوي x اقل من يساوي عشرة هاي هي الطريقة اللي حتعمل معها اكثر باكثر اشي اللي هي اصغر من واكبر من تمام الكل فاهم لحد هون بس سؤال شو الامر شو هذيك ايش هي الامر الامر هاي مش عارف دقيقة شوي شير سكرين الاور هاي سراج هاي ليش ايش قصدك بالاور مش فاهم ماجد ايوه ليش هاي صفحة انت اربعة لا عندنا طيب صفحة واحد على الشير ما هو في تحت اسهم انا حاطه اربعه عندي مش عارف عندكم وانا عندي اربعه تقدر تتحكم بالاسهم طب دقيقه اللي عنده واحد بس يحولها اربعه دقيقه هيك توقع احسن خليك تحكم من عندك ايوه ماجد افتح جهازك خلص ايوه تمام هيك كويس أربعة هي قدامكم أربعة هسه سؤال إذا بدي أعرف إكس على إنها مثلا عدد زوجي أو عدد فردي أوكي بكتب إيفن للزوجي أو للفردي هيك يعني تمام هسه هون هون بعطيكم أشياء مهمة ولازم تفهموهن وتحفظوهن اللي هن سيتس الارقام اللي بشكل عام عندنا احنا هذول السيتس اللي هن ان زد زد بوزيتيف وكيو ار والفاي سيت الان هي عباره عن الناتشرال نمبرز مبين هون من الصفر للمال النهائي من الاعداد الطبيعيه اللي هي الصحيحه كنا ناخذ مدرسه اسمها اعداد طبيعيه الزد هي الاعداد الصحيحه كلها السالب والموجب من سالب مال النهائي للسالب للموجب مال النهائي كل الاعداد الصحيحه اي هون بقول لك اكس بحيث اكس از انتجر كلهن كل الانتجرز لكن الزد بوزيتيف هي اكس بحيث اكس از بوزيتيف انتجر يعني الواحد المنهي الفرق بين زد بوزيتيف والان فقط الصفر يعني الان تتضمن الصفر الزد بوزيتيف تتضمن الصفر بالنسبه للكيو بحكي لك كيو از اكس بحيث اكس از راشنال نمبر راشنال نمبر يعني بقدر اكتبها صورة الف على باء او اي على بي تمام لحد هون
الار اللي هي الريل نمبرز او الاعداد الحقيقيه اللي هي كل الاعداد اللي بنعرفها تمام المنتهي والغير منتهيه. ماجد هسه الوير اي باس دي بي بوينت بي ينتمي لزد. اوكي هاي هون بقول لك اكس بحيث اكس از 1 از اي على بي. هسه هو حط لك هون اي وبي. طب اي وبي ما عرفهمش كيف بدي اعرفهم شو هم اي وبي؟ كتبت لك هون اي وبي وير اي فاصل بي. بالضبط هم مع بعض عدد كسري. وير اي فاصل بي بنتم للزد. شو الزد اللي هي الاعداد الصحيحه كامله وبي ما بسويش صفر لانه ما بسويش انت تقسم اصلا تمام مفهوم الشرط هذا يعني هون انا حط لي او بي. طب اي بي شو هن وضح لي هون قول لي وير اي وبي بنتمن للزد بنتمن لان هون ضروا اليمنتس فاستخدمت شرط البينونج. بالنسبه ل ار ار از ريل نمبر تمام هاي كل الريل نمبرز اللي هي ايش اكس يساوي اي زائد ناقص جذر البي بحيث انه اي وبي بنتمن لكيو. يعني اي رقم بالحياه ممكن تشوفه هو بنتمي لار. طب شوف يا شيخ بنتميش لار الجذر السالب جذر التربيع السالب او جذر الرابع السالب اللي هي الاعداد اللي مش موجوده تمام. الجذر الموجب السالب مش عدد اصلا. بالضبط شوف يا شيخ بنتمي لار مثلا زي الاعداد اللي هي مثلا الباي العدد النايبيري اللي هو الاي. طيب دور على الاعداد الثابته هي المستخدمه في القوانين هي هتكون ار زي الشحن زي 1.7 هاي الاعداد المعظم عبد الله قلبك سكر المايك تبعك بس عم سكر المايك اخر شيء الامبليسيت او الفاي هي الست ما فيهوش ولا اليمنت لكن هاي الست نقدر نحكي عنها الفاي ست اذا سبست اوف اني ست. يعني بقدر احكي لك انه هل الفاي ست بتنتمي لار؟ نعم تنتمي. اتوقع من عندك لانه مش بقطع والنت كثير كويس عندي. صور لي من عندك يعني يواصل احمد فتح المايك غريبه شوي صوت قطع يمكن لا مش من عندي مش عارف. المهم الفاي ست تنتمي او از سب سيت اوف اني ست تمام. يعني الفاي ست سب سيت اوف ار اوف كيو اوف زد بوز دبليو اوف زد اوف ان. صوت قطع يا ماجد اتوقع سراج بس عندك ظبط النت عندك وهيظبط صوت ماجد ما بيقطع. احمد فاتح المايك بس والصوت من عند ماجد من عند احمد. اكمل ولا ايش مش فاهم ايش فيه؟ سراج النت من عندك سالح. كمل الصوت عندي تمام احنا سامعينك بس في واحد ثاني فاتح مايك عندي. فراج فيك تعمل ميوت للفتح جوا تمام. هسه الايكوال ست هذا شيء مش يعني ايش على السريع نحكي عنه. ما ولا مفهوم ايش الصوت بقطع. سراج حدا يبعث له مسج او شيء على المسنجر قول له انه من عنده. تمام الايكوال ست هن الحالات اللي بتساوى فيها اقول من عندي سراج من عندك يعني حد يبعث له مسج او شيء يا اخوان مش معقول لازم تجيب شيء اسمه ادابتر ما تكمل كمل مش الضغط الاكزامبل هون بقول لك اذا كان اي 1 2 3 4 البي مكتوبه بطريقه ثانيه ايش هي بقول لك اكس بحيث اكس انت من الزد والزد لان الواحد ما له نهايه كانت اكس اور ايكوال دان 4 فمن الواحد ما له نهايه وعدد انتجر حيكون الواحد 2 3 4 تمام يعني اكس انت من الزد والزد اند الشرط الثاني اللي هو اكس اقل من يساوي 4 يتضمن الارقام 1 2 3 4 هاي الحالة بحكي لك A تساوي R B تمام؟ نفس الشيء هون عم بحكي لك إنه إذا أنت ضمنت نفس العناصر بس خربطتهم ما هتفرق
بس غيرك ما تقدر تسمع. سبسيتس معناها انه انا في عندي مجموعه A تمام، العناصر اللي فيها كلهم بقدر الاقيهم في B تمام، يعني اي element موجود داخل A انا الاقيه اجباري في B. هاي هي معناها، لكن هاي بتعامل فيها بين المجموعه والمجموعه، يعني هون انا بحط مجموعه وهون بحط مجموعه، ما بصير احط هنا element تمام او هون element، دائما هون مجموعه وهون مجموعه. اسمع اخر شيء هون كاتبين لك حكيت الكويه اللي هو فاي از سبسيت اوف اي فور اني سيت، يعني اي سيت الفاي هي عباره عن سبسيت منها. هون حاط لكم اكزامبل فيكم تقراوهم نمر واضحه لهاد هون. اوكي الفين دايجرامز او اشكال فين، ايش معناها اشكال فين؟ هاي كثير بتساعد بالحل وضروري تفهموها. اتوقع اخذناها في المدرسه يمكن صف سابع او ثامن. ايوه هسه رجع عند الاتصال، تقدر تعيد الصفحه الرابعه هاي عند الار؟ مسجل الاتصال مسجل يا سراج، تقدر ترجع له صعب ارجع للرابعه فيش وقت لانه بس تخلص الهاي سراج. اسمع التسجيل، احضر التسجيل مره ثانيه بس تيجي تنزل عندي انا اشرح كل شيء. ماجد ايوه مين متحكم بالتيم؟ المفروض فراج السهول، انا مش ماسك التيم. المفروض يسكر المايكات عن الكل لانه مسامعين شيء، ترى في واحد قاعد بالمطبخ. طيب دقيقه شوي فراج، فيك 8 ميوت للكل. مش كان الناس كيف 8 ميوت؟ روح على participant في mute all. اشكال فين، اشكال فين هي عبارة عن كيف ترسم المجموعات تمام، يعني اي مجموعة حتلاقي فيها رسم، ارسم اي دائرة او اي مربع او اي شكل وضمن في داخل هاي الدائرة العناصر تبعتها. هم يحكي لك ان احنا عندنا حالتين، لكن هم فعليا ثلاث حالات بين اي مجموعتين باشكال فين. الحالة الاولى اللي هي في حال كانت A is a subset of B حتكون A كاملة مرسومة داخل B تمام. طبعا هون مثلا لو فرضنا انه A فيها 1 2 3 B فيها 1 2 3 4 5 ححط الواحد 2 والثلاث هون في هاي المنطقة، والاربعة والخمسة بحطهم في هاي المنطقة. هنا في حال كان A و B مش subsets لكن في منهم ارقام مشتركه، لو كانت A 1 2 3 B 3 4 5 احط ال 1 2 هنا ال 4 5 هنا والثلاث احطها في هاي المنطقه المشتركه. الحاله الثالثه في حال ما كانش في اي شيء مشترك بين A و B، بحط برسم A لحال و B لحال فيش بيناتهم اي شيء. اليونيفرسال سيت هي المجموعه اللي كل المجموعات تنتمي لها. ده معظم الاسئله حيعطيك الانفرسال سيت، يقول لك ان المجموعات اللي انا راح احكي عنها هسه بتضمن داخل هاي المجموعه، زي غالبا بيكون النون سيتس اللي هن الزد والزد والان والريل وهاي الاشياء، يمكن احدد لك الانفرسال هو لحاله. The number of elements in a set is called cardinality تمام، denoted as اللي هن الاقواس هذول اللي بنعرفهن الشقين المطلقه تمام، لان الابسوليوت هذول ابسوليوت قيمه مطلقه ابسوليوت فاليو، لكن هون نسميها كاردينالتي. ايش معنى كاردينالتي؟ اللي هو عدد العناصر الموجوده داخل المجموعه تمام. مش عارف اذا اعطوك الباور ست، لكن اذا ما اعطوك شيء في السلايد اكيد اعطوك في السلايد الثاني. مثلا هون اعطيكم مثال الباور ست اخذتوهن اخذناهن، لان الاثنين طوال عدد هو عدد الاليمنتس. هسه بشرح لكم اياها على السريع. هم اعطيكم مثال اللي هي جاست اربع احرف، كاردينالتي ل بي اربعه وهكذا. كاردينالتي للفاي طبعا زيرو لان ما تحتويش اي شيء، كاردينالتي لاي مجموعه من النون هذلاك حيكون انفينيت لان هي ما لها نهايه. اوكي هي باور ست. الباور ست شو معناها؟ اللي هي كل المجموعات اللي انا بقدر انشئهن من مجموعه تمام. هسا لما اقول لك انا هاي A تمام 1 2 3 ال P of A هي هيك رسمتها، لكن الكاردينالتي لل P of A
اللي هي 2 للأس كاردينالتي A. تمام؟ كيف ممكن أكتب الباور سيت؟ بأخذ أول إشي كل عنصر لحال، بعدين بأخذ الأول مع كل عنصر، الثاني مع كل عنصر، وهكذا لحد ما أحطن كلهن، وآخر إشي بحط المجموعة كاملة وبحط الفايل. ماجد؟ نعم. بس الباور ست أقرب للإحصاء والاحتمالات؟ يس يس يس، حتى أنا خلصت بروب وكنا ماخذينها، وكنت يعني استفدت من ديسكريت. في مادة تأخذوها اسمها بروب إحصاء احتمالات، حتستفيدوا من ديسكريت كثير. نعم. فركزوا على الباور ست، هاي الأشياء هي اللي دخل كثير بالإحصاء والاحتمالات. مزبوط. هاي هون إذا في حاجة قالوا لكم الكاردينالتي للبي أوف إيه، هي هيك تمام. وطبعا الفاي از ايش حط هنا، شوف انتماء للباور سيت. انتبه ان الفاي هنا السبسيت اوف ايه، لكن هو ايش بينتمي للباور سيت. تمام، يعني هو عباره عن اليمنت داخل الباور سيت، لكن هو عباره عن سيت داخل ايه. هاي انتبهوا لها كثير، فرقوا بيناتهم. الكل فاهم هاي شو هي؟ عيدها لو سمحت، عيدها. اوكي تمام. الفاي سيت احنا حكينا هي عباره عن سبسيت اوف اني سيت. تمام، عشان هيك احنا حكينا الفاي سيت از سبسيت اوف ايه. بما انها هي سبسيت اوف ايه، لما انا اضمنها في الباور سيت حتصير اليمنت في الباور سيت. تمام، يعني هي عباره عن سيت داخل ايه، لما ضمنتها في الباور سيت صارت اليمنت. فانا بتعامل معها باشاره البلونج مش سبسيت، مع الباور سيت بتعامل معها باشاره البلونج، بعتبرها اليمنت. تمام، هاي دائما احفظوها وتخربطوش فيهن، تنسوهاش كثير، يمكن تخربطكم فيها دكتورة. هون نتوقع الباقي كل examples. في حدا عنده اي مشكلة في examples؟ هون في example اشكال فين كثير كويس. اوكي تمام، نروح للسلايد الثاني. هذا الثاني صح؟ سكشن 2 اللي هو operations and sets. تمام، هس أول إشي في عندك اللي هو union and subset operations. إيش union؟ union اللي هو الاتحاد بين مجموعتين، يعني أنت عندك مجموعة A عندك مجموعة B، تجيب كل العناصر اللي في A وفي B. الصوت راح من عندك. كل سامع؟ مش معمل سامعين سامعين. اليونيون اللي هو A اتحاد B، معنا أخذناها في المدرسة برضو، اللي هي العناصر في A موجودة في B لكن بدون تكرار. طبعا الست دائما بدون تكرار، هو تكرر داخل ست. لو يعني مثلا A فيها 1 2 3 B فيها 3 4 5 حيطلع اليونيون ست لهم 1 2 3 4 5. حاطين لكم اياها هون بهي الطريقة اللي هي X، بحيث X تنتمي ل A اتحاد B. تمام، او انه ايش بطريقة ثانية X تنتمي ل A or X تنتمي ل B، يعني احنا بنجيب ال X اللي تنتمي ل A او انها بتنتمي ل B. انا هيك هذول واحد من الشرطين هذول بكفيني. تمام، هسا intersection اللي هو التقاطع، اللي هو الأشياء المشتركة بين A و B. زي ما افترضنا قبل شو، مثلا لو كنا A إنه هي 1 2 3 B 3 4 5، الانترسكشن بيناتهم حيكون فقط الثلاث. مفهوم لحد هون؟ لا والله ما فهمني يا ماجد. أسأل ماجد؟ أيوة. القوس المفتوح لفوق اللي هو الاتحاد صح؟ الاتحاد اللي تحت تقاطع. تقاطع تمام. هذول يعني الاشكال هذول راح تاخذهم كثير لقدام، كثير في مواد زي الديسكريت وفي الديجيتال والاورجا، وكثير مواد لقدام حتحفظوا الاشكال، ولا فوق يونيون ولا تحت انترسكشن. في المثال هذا ما بحكي لك A 1 2 4 5 6 B 2 4 6 8 10. ايش الاتحاد بين A و B؟ حاخذ كل الموجودات في A تمام،
باخذ كل موجودات في بي لكن مش حكرر المشتركات، يعني مش حكرر الاثنين ولا الأربعة ولا الستة. تمام؟ يعني هاخذ واحد مثال. المثال عندك A تمام وعندك B زي ما انت شايف قدامك. ايش اتحادهم؟ 1 2 3 4 5 6. هنا الاثنين انذكرت مش حذكرها مرة ثانية، الأربعة انذكرت مش حذكرها مرة ثانية، الستة انذكرت مش حذكرها مرة ثانية، يظل عندي الثمانية والعشرة. أما بالنسبة للتقاطع هاخذ فقط المشتركات، ايش في مشترك بين هون وهون؟ هاخذ الاثنين، بجعل واحد شوف هل هي موجودة هنا؟ لا. الاثنين هل هي موجودة هنا؟ نعم بأخذها. الثلاث موجودة؟ لا. الأربعة موجودة؟ نعم. الخمسة؟ لا. الستة؟ نعم. هاخذ فقط اثنين الأربعة والستة في التقاطع. تمام؟ هذا الشكل بوضح العملية. هذا هون الاتحاد، أنا بأخذ كل إشي في بيناتهم، التقاطع بأخذ فقط الفترة المشتركة. تمام. هسا هون بحكي لك هو union and intersections for more sets. بحكي لك ال A union B union C هو يساوي X بحيث X ينتمي ل A or X ينتمي ل B or X ينتمي ل C. نفس الشيء بنسوي ل intersection X ينتمي ل A and X ينتمي ل B and X ينتمي ل C. يعني أنا في هاي الحالة لازم X تكون منتمية في A و B و C، لكن هاي الحالة يكفين أنها تكون منتمية في واحدة أو في ثنتين أو في الثلاث عشان أضمنها داخل المجموعة الناتجة. الكل فاهم لحد هون؟ لو سمحت أعيدها. أيوة. ممكن يجي سؤال زي قبل شوي؟ هذا السؤال زي هيك. ما حيجي سؤال ليني هيك مباشرة عليها، حيجيكوا نمط ثاني. ان شاء الله حننزلكم سنوات او في باخر في بالكتاب نفسه اسئله، يعني يجيب لنا الرسمه وقلنا اكتبوا شو البنت تميل لشيء او لا. غالبا ما بيجيبوا رسمه تمام، لكن الرسم هذا لك انت بتستفيد منه. نادر ما يجيب رسم صراحه، ما انا ما جربتش يعني انه جابوا رسم. نعيدها عشان الشباب. في اليونيون A يونيون B يونيون C، انا بكفيني انه العنصر ينذكر مره واحده في A او في B او في C او في ثنتين منهم او في الثلاث عشان اضمن المجموعه الناتجه. يعني انا في عندي مجموعه بدي اضمن فيها عناصر، شو عناصر تضمنها في هاي المجموعه؟ اي عنصر موجود في A او B او في C او فيهم الثلاث او في ثنتين منهم بكفيني عشان اضمنه في هاي المجموعه اللي انا بدي اوصل لها. تمام. لكن التقاطع انا لازم يكون العنصر موجود في A موجود في B موجود في C عشان اضمنه في المجموعه الناتجه. تمام. تمام. هنا نعطيكم الشيء هذا كثير يعني تاخذوا له قدام كثير برضه، اللي هو الرسمة هاي اللي زي المجموع او بعرف شو بسموها هم، اللي هو يونيون على مجموعه فتره كامله، يعني يونيون على فتره. بحكي لك هنا A1 يونيون A2 يونيون لحد الـ AN. هاي معناها انه انت في عندك مجموعات، لو عدد كبير من المجموعات بدك تعمل في بيناتهم يونيون. ايش الشرط تبعها؟ بقول لك اكس بحيث اكس ينتمي ل AI تمام فور، يعني الاكس بنتمي لاي مجموعه من المجموعات اللي انت ذكرتها. كيف بقدر ارمز لها؟ بهاي الشكل، يعني حرف يو كبير هون اي يساوي واحد لحد ان، يعني الـ انا هاخذ اليونيون ال AI تمام. شو AI؟ AI اللي هو ال 1 2 3 4 5 لحد LN. فاهمين هاي الرسمه ايش بتحكي؟ هسا شو ال شو السؤال بيجي على هيك؟ في قدام إيش راح تاخذها اسمه دي مورغان لو، حيجي عليه سؤال يعني بشكل تقريبا 90% حيجي عليه سؤال إذا أخذت دي مورغان لو حيجي على هذا الشكل. شو المطلوب من المطلوب هنا إنه هاي. مثلا يجي جاكوا سؤال أعطاكم مثلا 10 مجموعات تمام؟ تمام. بقول لك إيش أستخدم عشان أنا أستخدم بيناتهم اليونيون؟ أستخدم هاي الإشارة. قل لك انه انا عندي 10 مجموعات اللي هي L1 L2 L3 L4 لحد L10. قل لك انا كيف ممكن اطلع اليونيون تبعهم؟ بتقول له LI تمام بحيث I يساوي 1 لحد I يساوي 10، حطهم هون تحط 10 مكان انا. هيك انت بتطلع هيك هاي المجموعة اللي هي اليونيون لكل السيتس اللي موجودة عندك في السؤال. تمام.
ونفس الشيء بالنسبه للانترسكشن التقاطع اللي هو انت هنا تعمل انترسكشن بين كل المجموعات من ال1 لالm لان لو كانت n مثلا 7 حتكون ب ال1 ل2 ل3 ل4 ل5 ل6 ل7 حتعمل بنات الانترسكشن يعني سؤال ما حيجي عليها سؤال زي هيك بهذا الشكل تمام حيجي عليها شكل نظري يعني هذا الاشي مهم انك بس تفهم يعني انه هذا مش ضروري يعني انك مش شرط اني احدد العناصر ها لا 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 ما حيجي كل عناصر ما حيجي بكل سؤال في كل العناصر تطلع كل الاشي حيجي سؤال بطريقه ثانيه لقدام حتاخذ ايش اسمه دي مورغان لو لما تاخذ دي مورغان لو حتنتبهوا لهذا يعني هذا نحفظه هذا ال هيا شوف هون الاكزامبل شو بحكي لك اللي هو كانت عندك A و B و C ايش اليونين تبع A و B و C طلع اليونين بشكل طبيعي ايش الانترسكشن تبع A و B و C بس انه بشكل طبيعي زي ما قلنا قبل شوي يعني بالسلايد هذا نفس الشيء نعم تمام symmetric difference هذا الاشاره كثير مهمه تعرف شو معناها هاي الاشاره بتحكي لك انه لو كانت A symmetric مع B انا بدي اخذ اكس بحيث اكس ايش اكس تنتمي ل A تمام واكس تنتميش ل B اور اكس تنتمي ل B اند اكس تنتميش ل A شو معنى هذا الكلام انا بدي اخذ كل الارقام اللي بين A و B بس ما بديش اخذ مشتركات فاهمين علي انا بدي اخذ شايف شوف هون شايف بالرسم هون شو سوى لي اخذ كل ارقام B كل ارقام A الا المشترك ما اخذ يعني لو كانت عندي هذا يعني شو المثال هذا؟ يعني ايش المشترك ما بنكتبه؟ المشترك ما بدي اياه بس باخذ كل شيء بيناته مش مشترك شوف المثال هذا 1 2 3 4 البي 3 4 5 6 السيمتريك ديفرنس بيناتهم اللي هو ايش اخذ؟ 1 هل هي موجوده هنا؟ لا باخذها 2 هل هي موجوده هنا؟ لا باخذها 3 موجوده باخذهاش 4 موجوده باخذهاش 5 مش موجوده باخذها 6 مش موجوده باخذها ماجد اخذ ايوه يعني عكس الاتحاد هاي تقدر تقول يعني هي جايبه النص بين الاتحاد وبين الـ يعني هي شو بتاخذ الاتحاد تمام عدد التقاطع هيك بتحكيها انت اتحاد بس بشيل التقاطع تمام حتى هيها هون يعني شايف الاتحاد عدا ناقص التقاطع تمام برضه هذا الشكل ايوه يعني هاي الاشاره اللي بين A و B نقراها سيمتريك ديفرنس انتوا قروها هي سيمتريك ديفرنس لكن تقدر تقراها عادي زائد تقدر تقراها مش يعني مش قصه شلون تقراها المهم انك تفهم شو هي شو معناها شلون تمام حتى هون رسمك اياها بطريقه ثانيه اللي هي A عدا B يونيون B عدا A او بطريقه ثانيه A يونيون B عدا A تقاطع B يعني انت بتاخذ الاتحاد بين المجموعتين وبتشيل التقاطع مفهوم هاي شو معناها الاشاره مفهوم مفهومه بشرك حبيبه بشرك الجبريك بروبرتيز وست اوبريشن اوبريتورز تمام هون بعطيك خصائص للعمليات اللي بين المجموعات بحكي لك انه الاتحاد والتقاطع عمليه تبادليه يعني ايه تقاطع بي او ايه اتحاد بي مش لو يعني لو شقلبتهم مش هتفرق يعني ايه اتحاد بي يساوي بي اتحاد ايه تمام او ايه تقاطع بي هتساوي بي تقاطع ايه بس بتفرق معنا بالانتماء صح ينتمي اكيد انا هون بحكي لك عمليات شوف الفرق اللي ينتمي هذيك مش عمليه انا بحكي لك هون عن ايش اوبريتورز عمليات اللي ينتمي هي خاصيه او انه زي ما تحكي انه مجموعه مش عمليه يعني مش ما في ناتج ما في ناتج كمجموعه تمام علي هون في عندك هون عمليه في ايرور هون بالضبط هون الخاصية التوزيعية اللي هو لو حكى لك A اتحاد بين قوسين B تقاطع C حتوزع تقدر توزع الاتحاد عليهم أو إنه بشكل ثاني بيقول لي A اتحاد B تمام الكل اتحاد C يعني ما بتفرقش إذا كان القوس هون أو القوس هون مع إنه اتحاد بيناتهم مفهومها هاي؟ لا بالله عيدها هاي ما في بحكي لك لو كان انت الاولويه للبي اتحاد سي بعدين انت بتعمل اتحاد A مش هتفرق لو عملت A اتحاد B بعدين اتحاد C يعني لو حطيت الاقواس بهاي العمليه بالاتحاد وين ما تحطهم مش فارقين
يعني اعتبرها انت هاي زائد، اعتبر مكان الاتحاد زائد بي زائد سي زائد اي، وحتفرق عن اي زائد بي زائد سي؟ مش حتفرق. لا اه نفس الشيء هون، نفس الشيء بالنسبه للتقاطع برضه. هون بحكي لك في حال كانت اي اتحاد بي تقاطع سي، هون شوف الاشارات اختلفت، ما بتعامل فيها نفس الطريقه هاي. شو بسوي هون؟ بقول لك اي اتحاد بي يعني الاولى اتحاد الثانيه تقاطع الاي اتحاد سي. شوف يعني انا وزعت الاتحاد على كل واحده فيهم، خليت التقاطع والإشارة الكبيره بيناتهم. مفهوم هاي كيف صارت ولا اشرحها بشكل اوضح؟ لا عيد عيدها. تمام. افرض كالاتي، انه هاي عندك هنا A ضرب هنا B زائد C، حتفوت الA دغري عليهم ولا حتوزع الضرب؟ حتوزع الضرب عليهم واحد واحد، يعني حتقول A ضرب B زائد A ضرب C. افرض هاي هون ضرب هاي هون جمع، يعني هي رياضيات بالانجليزي. رياضيات بالانجليزي بالضبط. انت هتاخذ A ضرب B زائد A ضرب C، نفس الشيء هون A ضرب B زائد A ضرب C. لكن الإشارة أو مثلا السالب هندخله جوا القوس بالضبط. الإشارة هاي هي الإشارة الموجودة هون بجوا الأقواس، الإشارة هاي هي اللي داخلها، يعني ببدل اللي جوا القوس بطلع برا والبرا القوس بتفوت لجوا. مفهومة ولا أشرح برضو مرة ثانية؟ أنا فهمت. مفهومة. تمام تمام. برضو كمان اللي هو لما أقول لك A اتحاد B، A اتحاد A عفوا، اللي هو حيرجع إيه، يعني أنت بتحكي لي إنه مثلا لو A كانت 1 2 3 اتحاد 1 2 3 حترجع 1 2 3 نفسه، برضو التقاطع نفس الإشي، إيه تقاطع إيه حترجع إيه، كل إشي مشترك يعني بين A و A كل إشي مشترك، بعدك حترجع عند المجموعة إيه. تمام. هسا هاي الإشارة تعرف شو هي؟ هاي الإشارة الماينس الفوق هاي، هاي معناها الكومبلمنت. عارفين شو يعني الكومبلمنت؟ والله لا لا. تمام. الكومبلمنت أنا دائما عشان أستخدم الكومبلمنت لازم يكون في عندي يونيفرسال ست. يونيفرسال ست افرض إنه مثلا يونيفرسال ست كانت عندي مثل الأرقام من 1 إلى 10، إيه كانت 1 2 3، الكومبلمنت لـ A هي كل الأرقام الموجودة في في اليونيفرسال لكن مش موجودة في A. يعني باخذ الأربعة والخمسة والستة والسبعة والثمانية والتسعة والعشرة، هاي هي الكومبلمنت اللي هي كل العناصر الموجودة في A، مش موجودة في A لكن موجودة في اليونيفرسال. وصلت. مفهومة ايش معنى الكومبلمنت؟ وصلت وصلت. فلذلك انا لما اخذ الكومبلمنت مرتين لنفس الست حترجع هي نفسها. مفهوم هاي كيف صارت؟ يعني افرض انه الـ A هي من 1 ل 3 واليونيفرسال من 1 ل 10، فلو تاخذ الكومبلمنت اول مره حاخذ الارقام من 4 ل 10، تاخذ الكومبلمنت كمان مره حترجع الارقام من 1 ل 3، يعني الكومبلمنت للكومبلمنت تلغي حالها. نفي النفي اثبات. بالضبط نفي النفي اثبات. هون بحكي لك A union A complement حيعطيني universal كامل، زي ما حكينا قبل شوي A اللي 1 2 3 A complement حتكون 4 ل 10، فاتحادهم حيكون universal كامل، لكن تقاطعهم فاي، دائما تقاطعهم فاي لانه انا باخذ كل شيء مش موجود فيه، فمعناته ما حيكون في شيء مشترك. في حد مش فاهم؟ اوكي يعني تفضل. الكومبلمنت لا ايه انه بناخذ كل العناصر ما عدا عناصر ايه. بالضبط باخذ كل العناصر الموجوده في اليونيفرسال اللي معطيني اياها السؤال يعني، لكن ما باخذ عناصر الايه، ما باخذها. هاي معنى كومبلمنت اللي هي التكمله، زي ما كنا ناخذ مثلا بالزوايا المكمله للزاويه 30 كانت اللي هي 60 اللي هي اللي بتخليها 96.
مكمل ومكمل. اه نفس الشيء هون، هاي هون كومبلمنت اللي هي مكمل الها اللي هي باقي العناصر اللي بتخليها يونيفرسال. اوكي الفاي كومبلمنت تمام حيعطيني يونيفرسال. ليش الفاي فيهاش ولا ولا عنصر؟ فمعناته انا لما اخذ الكومبلمنت الهم حيعطيني كل العناصر، يعني عكس ولا شيء كل شيء. صحيح برضو نفس الشيء هون اليونيفرسال كومبلمنت حيعطيني فاي، شو عكس كل شيء ولا شيء. مفهومه؟ هون بجيب لك دي مورغانز لو. ايش هو دي مورغانز لو؟ بحكي لك في حال كانت عندي انا A union B، الكل كومبلمنت تمام يساوي A كومبلمنت تقاطع B كومبلمنت. شو سوى هنا؟ نفال الA ونفال الB تمام ونفال اليونيون، خلاها خلاها ايش؟ انترسكشن. يعني هو عبارة عن شو وزع النفي على كل الاشياء الموجودة عندي تمام. برضه نفس الشيء هنا، وزع النفي على كل شيء، صارت الA كومبلمنت، ال انترسكشن صار يونيون اللي هو كومبلمنت تبعه، الB صار كومبلمنت. مفهوم؟ لو سمحت تكمله اليونيون يساوي فاي لو سمحت، كيف هاي اخر واحده؟ هاي مش يونيون، هاي مش يونيون، هاي اليونيفرسال. يونيفرسال معناها الارقام، معناها كل الارقام، معناها كل شيء. طب شو عكس كل شيء؟ ولا عكس كل شيء ولا شيء، هاي ولا شيء فاي تمام تمام. الله يعافيك. ايش تظل هسه هنا؟ اوكي برضه هنا في عندنا الخاصية هاي، بحكي لك ايه يونيون يونيفرسال حيعطيني ايش؟ يونيفرسال، الاتحاد بين ايه ويونيفرسال تمام. ما انه ايه هي مجموعة اذا سبست في يونيفرسال، معناته اتحادهن حيعطيني المجموعة الاكبر تمام. دائما يعني هاي خذوها خذوها قاعدة، ليش تكتبها هنا بس خذوها قاعدة اللي هو اذا كانت اي از سبست اوف B تمام، أكتب بشكل كبير A subset of B تمام، حتكون لما أخذ أنا الاتحاد بين A و B، لما أخذ أنا الاتحاد بين A و B حيعطيني إيش؟ ال B اللي هي الأكبر تمام. نفس الشيء هنا، لكن بالنسبة للتقاطع لما يتقاطعوا حيعطيني يعطيني الأصغر. الأصغر بالضبط. هنا برضه نفس الشيء، الاتحاد بين A و Phi حيعطيني الأكبر، لأنه الفاي هي عبارة عن سبست من A، رجع لي A، وتقاطعهم بين هاي الفاي سبست of A حيعطيني الفاي الأصغر تمام. تمام اوكي. الكاردناليتي of union set تمام، ايش الكاردناليتي تمام ل A union B؟ الكاردناليتي ل A union B تمام حيقول لك كاردينالتي لـ A زائد كاردينالتي لـ B ناقص كاردينالتي للتقاطع. هي هون هذا القانون العام، في حال كان التقاطع صفر فيش تقاطع يعني حشيل هاي كاملة، فيش لها داعي. يعني مثل هاي الحالة ما في تقاطع، فهاخذ عدد الأعداد اللي في A زائد عدد الأعداد اللي في B. لكن في حال التقاطع الابسوليوت هاي لها دخل بالقيمة المطلقة ولا بس هي معناها عدد العناصر الموجودة داخل المجموعة. يعني انا هون بحط مجموعة هاي بتطلع لي دخل، لا 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 مش اجباري تطلع موجبة هي، بس هي اجباري تطلع موجبة. ليش؟ يا صفر يا موجب حتطلع دائما، لانه عدد عناصر يعني مش صح. بالضبط عدد بالضبط. هسا ليش انا شلت من هون التقاطع؟ لانه انا التقاطع تبعهن اول مره ذكرته في A، يعني لو كان في تقاطع مثلا رقم 3 عباره عن رقم مشترك بين A و B، اول مره عديته في A وثاني مره عديته في B، فهيك انا صرت عدل عدد رقم 3 مرتين، يعني انا حاصيه مرتين، فلازم اشيله من هون عباره عن ايش؟ بشيل التقاطع. فاهمين هذا القانون؟ اذا عديته ب A وعديته ب B، هسه افرض انه انا في عندي عدد مشترك اللي هون 3 تمام؟ تمام. انا اول مره عديته في A، يعني انا حصيته لما حصيت عدد الارقام اللي هي موجوده في A، ورديت حصيته مره ثانيه لما حصيت عدد العناصر الموجوده في B، هيك انا صرت عده مرتين.
هيك اصير عنده مرتين صح؟ ما بصير عنده مرتين، عنده مره واحده، فهيك بشيله عن طريق ايش؟ بشيل التقاطع. انه حيطلع صفر بالضبط، لانه انا بديش اذكر الثلاث مرتين، تذكر الثلاث مره واحده اللي هي الثلاث عباره عن رقم مشترك يعني. فانت طيب لو ذكرنا الثلاث مره واحده مثلا بالاي حنخلي التقاطع. هسه انا الثلاث، ما انا قلت لك الثلاث رقم مشترك بين او بي، يعني اجباري اذكره حذكره في الاي وفي البي. اوكي خمس دقائق. فذلك انا لازم اشيل التقاطع. تمام، هذا هنا شوي بده شرح، لكن لازم تحفظوه، لازم او يعني تحاول تفهموه. لما انا يقول لي الكاردينالتي هاي هون، ناسين كلمه لازين الكاردينالتي هون. الكاردينالتي اللي A يونيون B يونيون C عباره عن A زائد B زائد C، عدد تقاطع الاول مع الثاني، وتقاطع الاول مع الثالث، والثاني مع الثالث، زائد ايش؟ التقاطع تبعهم كلهم. ليش؟ هسه انا اول مره لما جبت عدد الاعداد في A، تمام، ثاني مره جبت اللي في B، ثالث مره جبت اللي في C، هيك انا ذكرت التقاطع تبع التقاطع بيناتهم ثلاث مرات، فبشيله مره من هاي مره من هاي مره من هاي. تمام، لكن شايفين هاي المنطقه، هاي المنطقه الزرقاء مشتركه بين الثلاث. هسه انا اول مره ذكرت بين A والB والC، تمام، ورديت شلتها من هاي المنطقة وشلتها من هاي المنطقة وشلتها من هاي المنطقة، هيك أنا صفيت مش ذاكرها ولا مرة. هاي المنطقة الزرقاء مش ذاكرها ولا مرة صفيت، لأن ذكرتها مرة في الـ A مرة في الـ B مرة في الـ C، مرة شلتها من المنطقة الظنية وشلتها من المنطقة الخضراء وشلتها من المنطقة البرتقالية، هيك صفيت المنطقة الزرقاء مش ذاكرها ولا مرة. فلازم أرجع أذكرها مرة ثالثة، اللي هي إيش؟ اللي هي A تقاطع B تقاطع C. 100% جاي الامتحان هذا السؤال، 100% جاي في الامتحان زي ما حكى اللي جنبه، لازم يعني حيجي بأي شكل من الأشكال حيجي. كيف اعرف اني استعمله؟ حيجيبوا لكم ايش؟ حيجيبوا لكم الكاردينالتي لاي، الكاردينالتي لبي، الكاردينالتي لسي، تمام، والكاردينالتي لليونيون تبعهم، والكاردينالتي هذا وهذا وهذا مثلا، وبقول لكم طلعوا لي هذا، يعني بعطوكم كل العناصر لكن بايش؟ بشيلوا واحد، بقول لكم طلعوا لي. يعني لو سمحت ايوه هسه لو حكى كيف اعرف متى استعمل الخصائص، متى استعمل هذا القانون؟ هسه هو بيجي لك بالسؤال بيقول لك انا في عندي بعطيك الكاردينالتي الاي وبي والسي مثلا، وبعطيك هاي وبعطيك هاي وبعطيك هاي، بقول لك طلع لي هذا كم، نخليه موضوع قانون وبنحل عليه. بالضبط، بخليه موضوع قانون وبحل عليه بالضبط، لانه هو حيكون مجهول واحد وباقي كل معلومات. تمام، حلو. الباقي هذول اكسرسايزز يعني موجودات في الكتاب هذول اتوقع. لا هذول حلو، هذا حلو مش غلط، هذا هون هذا موجود بالكتاب، في بالكتاب موجودات كمان، هذا نفس الكتاب. يس اسمه، انا لازم اطلع لانه انا حاليا في ستدي هاوس، واعتقد بكفي هي اخذنا حصتين. اللي عنده اي سؤال في يبعث لي او يبعث على الجروب او بكره يرن لي اي شيء بدكم اياه. حاليا انا حنهي ميت هذا لانه انا حاليا في ستدي هاوس وحيسكر المحلات على العشاء. يعطيك العافيه، يعطيك الله يعافيكم، نراكم ان شاء الله. ماجد السؤال. ايوه ماجد السؤال. ايوه سلام خلاص، هاي دامج ريكوردنج، يلا سلام. يلا مع السلامه. سلام.